هذا وينضم إلينا من العاصمة السعودية الرياض عبر الهاتف المحلل السياسي عبد الرحمن الملحم. سيد الملحم، ما يربط المملكتين من علاقات قوية بلا شك ساهم في دعم مجلس التنسيق المشترك، هل لك أن تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع؟ أسعد الله مساءكم بكل خير وجميع المشاهدين اللي يشاهدونا عبر تلفزيون مملكة البحرين. حقيقة أولا أردنا أن نتحدث عن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، هي علاقات فريدة تختلف عن أي علاقة يعني بين دولتين في العالم. العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين علاقة أولا لها جذور، وهذه العلاقة منذ الأزل، ليست وليدة الوقت الحالي أو الوقت الماضي، إنما هي وليدة جذور قديمة جدا 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 من الأجداد، وسار عليها على نهجها الأجيال، أجيال يعني صارت على نهج هذه العلاقات القوية. لكن حقيقة كانت يعني بشرى سارة، وهو رفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق السعودي البحريني بحيث يترأس الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب البحريني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد البحريني. هذه أخي الكريم دلالة قوية على عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. هذه العلاقات كما ذكرت لك قبل قليل راسخة ومنذ القدم، ولها معاني كثيرة جدا جدا. العلاقات بين الدولتين ليست فقط في المجالات السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية، هناك علاقات أسرية تجمع بين الدولتين، هناك أناس كثيرين متزوجين بحرينيات وسعوديين متزوجين والعكس صحيح. لذلك يعني صلة القربة، صلة الدم، صلة النسب، هذه موجودة جدا بين الدولتين وبين الشعبين. هناك دلالة قوية على عمق علاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. أيضا هذا حرص من قادة الدولتين على الدعم المتبادل في جميع المجالات، سواء كانت هذه المجالات عسكرية، سياسية، اقتصادية، إعلامية أو اجتماعية. وهذا حقيقة هي خطوة جديدة للتكامل الثنائي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. كما أود حقيقة أن أضيف أن العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين علاقات أخوية متينة متزنة التوافق والتنسيق ووحدة المصير، وتركز على دعائم تاريخية راسقة. اللي احنا نقول بإذن الواحد الأحد وبإذن الله أن هذه العلاقات القوية ستستمر بإذن الله تعالى وعلى هذا النهج، وذلك لكي تؤسس مستقبل زاهر تتحقق فيه مزيد من الإنجازات. هذه الإنجازات أولا تخدم الشعبين السعودي وتخدم الشعبين البحرين. لذلك يعني احنا اذا نظرنا طال عمرك من وجهة او من منظار قريب جدا نجد على ان السعودي في البحرين لا يعتبر نفسه الا في وطنه، ايضا البحريني في المملكة العربية السعودية لا يعتبر نفسه في دولة اخرى الا ان يعتبر في وطنه الثاني. لذلك هذه الانجازات يعني ستكون باذن الله ازدهار للبلدين الشقيقين والشعبين الشقيقين، كما أن المملكة العربية السعودية والبحرين بينما جذور راسقة يعني اقتدى بها. نعم. العلاقة بين المملكة العربية السعودية والبحرين علاقة يعتدي بها جميع الدول في العالم، وهي راسخة من سنوات طويلة. نعم بلا شك. من الرياض المحلل السياسي عبد الرحمن الملحم، شكرا جزيلا لك.